ما أجمل قدومه وما أحسن بشراه، يأتي بالفرح والأضواء بالأرض وفي القلوب كضيف عزيز غال جدا، فرمضان لا يشبه غيره. رمضان محلى أيامك، بارك المولى وأسامك، بالجنة تعطر أنسامك، محلى صيامك محلى قيامك. كل حي من أحياء تعز يحتفل بطريقته لإدخال السرور للسكان، وليكون وصول الضيف العزيز بالفرح والبسمة وطقوس خاصة يبدأ بها الأطفال، لتتوزع الأضواء والأنوار إلى كل بيت كونه نور كله. احتفل برمضان واحتفل كمان بغزة بهجة بالأطفال، فرحة وقدوم شهر الله الصيام للمسلمين أجمعين، وتضامنا لأخواننا في غزة أيضا، والحمد لله تتم الفرحة للجميع بشكل عام. سنويا لنا أكثر من فترة من داعمين أصحاب الحارة نفسهم يدعموا، والحمد لله نصلح كل شيء. لم ينسى المحتفلون إخوانهم بغزة وكل فلسطين ليهتفوا ويرفعوا الأعلام، كونها قضية حية في قلوبهم ومسيطرة على كل تفكيرهم. مدينة تفرح بكل جميل ومبشر، ولا بشرى أكثر من رمضان الذي يفرح فيه الكبار والصغار، وترى البشرى على وجوههم في كل الأحياء في مدينة تعز. محمد يوسف لقناة سهيل.